السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. النهاردة هنعمل معاكم لانشون اللحمة، دول 300 جرام لحمة تمام، وبصلاية، معلقة توم صغيرة بتاعت الشاي دي، كوباية دقيق، 3 مثلثات جبنة أو علبة جبنة، ونص كوباية زيت، واتنين بيضة، والبهارات بتاعت اللانشون اهي ما تغيروش فيها عشان طعمه ما يغيرش، توم باودر وبصل باودر وقالب ماجي ومعلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل اسود مجروش وربع معلقه حبهان على كبابه صيني تمام. هنحطه بقى كله في الكبه ونضرب ونرجع لكم تمام. هنفضل البصل الاول نضربه الاول تمام عشان ينعم ونرجع لكم، واحنا بنفضيه على ورق استرتش وورق فويل ونسويه، هياخد ساعة تسوية تمام. دي لحمة حمرا ما فيهاش اي دهون، وش الفخدة. انا هضرب معاكم بقى وارجع لكم تاني وانا بكيسه واحطه يستوي، انتظروني. حطيت البيض هنا، 2 بيضة، انتوا ممكن تحطوا 3 بيضات 4 بيضات 5 بيضات معاكم 7 بيضات تمام. حطيت البيض والزيت وهضرب وارجع لكم. افضي بقى الدقيق والجبنة النستو لون الطعام، لون جل الطعام، واحط اللحم اخر حاجه، اضرب وارجع لكم. دلوقتي رجعت لكم بعد ما فرمت البصله ونعمتها كويس اهي، نعمه كويس اهي. هننزل عليها بالزيت، قد الزيت تمام، نص كوبايه الزيت، ونحط عليها البيض، 2 بيضه، هنضرب ونرجع لكم تاني. نحط اللحمه والجبنه بقى المثلثات والدقيق اخر حاجه، هضرب ونرجع لكم تاني. دلوقتي انا حطيت لون الجل طعام 3 نقط او 4 نقط تمام، وحطيت 3 مثلثات جبنه نستو هنا تمام. هنحط بقى اللحمه، نقسمها كده على قطعتين اهو، نحط اللحمه، نسمي بسم الله اهو، لانشون اللحمه باحسن طريقه واسهل طريقه في البيت، جربوها هيعجبكم جدا، حلوه قوي للمدارس. دي لحمة حمرا وش الفخدة. هنفضي بقى كوباية الدقيق اهو، وكده اللانشون معانا خلص. اخر مرحلة بقى هنفضيه على الورق الاسترتش والفويل ونكيسه كويس جدا ونحطه بقى يستوي، هنرجع لكم برضو احنا نكيسه وننزله في المية، انتظرونا بس عشان صوت الكب بس ما يطلعش معاكم. هقولكم بعد ما ضربت اللانشون خلاص وخلص اهو كده في المرحله الاخيره، هنسويه بقى خلاص اهو، هنلفه بقى بورق الاسترتش ورق الفويل. انا عامله كده مفضيه كده كله على بعضه علشان ايه، عايزه اعمله تخين مش رفيع، فهعمل كده ورق الاسترتش تمام، وهعمل كده 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 على اساس ان انا عايزاه يبقى تخين مش رفيع، مش عايزاه رفيع عايزاه يبقى تخين. هعمل بقى الشكل اللي انا ايه عايزاه اهو، هتتخانق على قد ما اقدر، الم كده الم على قد ما اقدر تمام. في الاخر هعمل الكيس ده كده حلوة التخانة دي مش وحشة، وبعدين نجيب الكل كده اهو تمام اهو، هنعمل كده اهو، استنى بسم الله اهو اهو، هنعمله كده وبعدين كده كده عكس بعض، ونروح ننزله في الحلة مية سخنة بتغلي. انا هحطها بس هجيب ورقة فويل تاني عشان الورقة دي مش عجباني، اجيب ورقة تانية ونروح نسقطه في المية يقعد ساعة على بال ما ايه يستوي، المية تكون مغطية، هو اللي هو الكبر. انا بنزله في الميه، انتظروني وانا بنزله في الميه، هلفه بس بورقه فويل تاني. دلوقتي انا سقطته في الميه ويستوي، هغطيه بشويه ميه كمان عشان الميه دي قليله، هغطيه واغطي الحله كمان بالغطا بتاعها واسيبها بقى ساعه، بس هزود شويه ميه كمان تمام. ميه بتغلي، ميه تكون سخنه بتغلي، ينزل على ميه سخنه بتغلي مباشره اهو تمام. ارجع لكم بقى بعد ساعه لما يستوي. ورجعت لكم بعد ما اللانشون استوى اهو، وقطعت منه 3
اربع شرايح اهم. بصوا حلو زي الفل اهو، ده ماسك شايفين، بصوا حاجه من الاخر اهو، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، شايفين حلو جدا، للمدارس، للعشاء بالليل، اي حاجه. انتوا اصلا ممكن لو عايزين تحشوه من جوه مثلا فلفل اسود، حصى، فلفل حراق زي كده، ممكن تحطوا قرنين ثلاثة كده بالطول جواه، وانتوا بتقطعوا هينزل معاكوا سلايز كده. ممكن تحطوا زيتون برضو لو عايزين في قلبه، بس انا ما حطيتش، انا في التوساده اهو. بألف هنا وشفا على حضراتكم، ناجح جدا اهو، حلو جدا وما فيهوش اي مواد حافظه. وده ممكن تعملوا منه مشروع في البيت لو عايزين، لانشون فراخ ولانشون لحمه، تشوفوا اي سوبر ماركت جنبكم تديهوله، تتفقوا معاه يحطوا عنده كده، ولما يبيعوا يبقى ليه نسبة مثلا 2-3 جنيه على الكيلو، 5 جنيه زي ما تتفقوا معاه. واصلا اللانشون ده بره ب120 جنيه الكيلو، حلواني والحاجات اللي هي انتوا عارفين الاسامي اللي موجودة في السوق دي، الكيلو معدي ال120 جنيه، فحرام لما نجيبه ب120 جنيه. هنجيب نص كيلو لحمة ولا 300 جرام لحمة ونعمل بيهم اللانشون اللي احنا عايزينه، زي ما تكونوا بقى عايزين تعملوا وتعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها براحتكم. بصوا ناجح جدا اهو زي الفل، ومتماسك وحلو وزي الفل اهو، يعني جربوه هيعجبكم جدا. وانا كنت عاملة اللي هو اللانشون الفراخ تمام، وبرده كان ناجح جدا. اقطع لكم حتة، لازم السكينة تبقى حامية، اقطع لكم حتة برده اوريه لكم على الطبيعة اهو تمام، عشان ما تقولوش بس هي مقطعة دول قبل التصوير وحاجة اهو، لازم السكينة تبقى حامية، ده شرط. بصوا اهي طالعة زي الفل اهي، شايفين متماسكة وزي الفل اهي، شايفين، بصوا بصوا زي الفل اهو، مفيش اي حاجة، حلو وجميل اهو، اتمنى ان انتوا تجربوه. بصوا اتمنى ان انتوا تجربوه هيعجبكم جدا. لو حبيتوا تعملوا مشروع في البيت ممكن برضو تعملوه زي ما قلتلكوا، موضوع سهل يعني وبسيط، مفيهوش اي صعوبة، بس انتوا حبوا الحاجة، لما تحبوا الحاجة هتلاقوها سهلة جدا وحلوة، بس لازم تحبوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها عشان تعرفوا تبدعوا فيها، لازم تحبوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها. وفي ناس بتستصعب، يعني في ناس بتحس ان الموضوع صعب ومعقد، بس هو الموضوع ولا صعب ولا معقد، يعني مفيش اسهل منه، الموضوع سهل جدا، حاجات بتركبوها على بعض في الكبة بمنتهى يعني السهولة، وبتحطوه يستوي ساعة على النار في حمام مية، مش قصة يعني، وانتوا قاعدين كده ممكن تعملوه. سلوا نفسكم بدل ما تقعدوا تزهقوا، بدل ما انتوا قاعدين زهقانين، سلوا نفسكم، اعملوا اي حاجة مفيدة. انا عاملة القناة دي مخصوص عشان الناس اللي ما بتعرفش تطبخ، او الناس اللي عايزة تعمل وصفة ومش عارفة طريقتها ازاي، او العرايس الجديدة، او في رجالة مسافرة وتبقاش عارفة تطبخ تمام. بس طبعا ده بعيد عن الطبيخ والكلام ده، اللانشون ده، اللانشون ده لوحده مشروع اساسا، يعني تعملوا منه مشروع خط انتاج كده في البيت تمام. انا اتمنى ان انتوا تجربوه هيعجبكم جدا. ممكن تحشوه زيتون لو عايزين، تحشوه فلفل حراق لو عايزين في الطول كده، قبل ما تيجوا تكيسوه وتحطوه في ورق الفويل، ورق الالومنيوم، تحطوا ممكن قرنين فلفل كده حراقين بالطول، زيتون تشيلوا منه البذر وتحطوه، فلفل الوان اللي انتوا عايزينه بقى، فلفل حصى اسود اللي انتوا عايزينه براحتكم، كل واحد يحط النكهه اللي هو عايزها. انا عاملاه ساده، انا كنت عامله بتاع الفراخ، ممكن اوريكم كمان بتاع الفراخ، كنت عامله بتاع الفراخ بالزيتون، بصوا بتاع الفراخ اهو، بصوا قرب يخلص عندي اهو، بصوا ممكن نحط دول جنب دول اهو، ادي لانشون الفراخ، بصوا اللون، شايفين اللون، في فرق في اللون وفي فرق في الحجم، بصوا ده لانشون الفراخ وده لانشون اللحم، في فرق في اللون وفي الحجم تمام. وده انا كنت حاشاه من جوه زيتون، حاطه الزيتون اهو، ممكن لو قطعت لكم شريحه دلوقتي هنلاقي فيها الزيتون، هنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم ونقطع لكم شريحه. ده مشروع يعني حلو جدا تعملوه في البيت، تشوفوا اي سوبر ماركت كده وتديهوله، وفي ناس بتشتري دلوقتي اونلاين اهو. بصوا بتاع الفراخ كان ناجح جدا اهو، ادي الفراخ وادي اللحم، بتهيألي يعني مفيش احسن من كده، وكفايه لهم مفهومش مواد حافظه، وكفايه اللي انتوا عارفين اللي دي فراخ 100% ودي لحمه 100%، لكن هم بره بيحطوا لنا الطعم النكهه، بيحطوش الكميات بتاعه اللحمه دي، يا دوبك بيحطوا النكهه بس، ولا اكتر ولا اقل،
واتمنى لو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك واشتركوا لي في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.